أعزائي طلاب الصف الأول الإعدادي المنظومة الجديدة 2025، أهلا بكم، يا رب دايما تكونوا بألف خير. النهاردة إن شاء الله هنحل دروس 3 و4 و5 و6 من الوحدة الثانية من كتابنا المعاصر. طبعا قبل ما نبدأ أحب أفكركم إن أنا سيب لكم رابط شرح القاعدة بتاعة الوحدة بالكامل من على السبورة في صندوق الوصف أسفل الفيديو، كمان رابط جروب التليجرام اللي هتتواصلوا معايا من خلاله بشكل مباشر وتبعتوا لي أسئلتكم واستفساراتكم وتنزلوا من عليه الماتيريال اللي انتم ممكن تكونوا محتاجينه. كمان لو انت عايز تعرف تفاصيل الحجز والشغل معايا اونلاين هتتواصل معايا من خلال جروب التليجرام وهتعرف كل التفاصيل. ودلوقتي يلا نبدا الحل بتاعنا. اول سؤال عندنا هو سؤال تشوز، سؤال اختياري على الكي فوكاب على المفردات الرئيسيه بتاعت الدرس. اول سؤال يقول you have to follow the rules to protect yourself on roads. يجب عليك أن follow يعني تتبع rules اللي هي القواعد عشان تحمي نفسك على الطريق، طبعا safety rules. بعد كده اللي هي قواعد الأمان والسلام. It's important من المهم to check your bank. check يعني تفحص أو تتأكد من your bank details تفاصيل regularly بانتظام. طبعا حسابك البنكي هتبقى your bank account حسابك البنكي. بعد كده السؤال الثالث is a sport رياضة that you can do over snow بتقدر تمارسها على snow اللي هو الجليد، طبعا يقصد هنا skiing اللي هو التزلج على الجليد. The carpenter النجار used high quality wood to make us new high quality wood يعني خشب ذو جودة عالية علشان طبعا يصنع من أجلنا furniture اللي هو الأثاث أو المصنوعات الخشبية. using يعني استخدام materials اللي هي المواد الخام is a good way طريقة جيدة to help our environment لمساعدة البيئة. طبعا هنا using recycled materials recycled يعني معاد تدويرها، دي وسيلة من وسائل حماية البيئة. بعد كده student book exercise تمرينات كتاب المدرسة. never share لا تشارك information like your name or address online. طبعا never share personal information. make sure تأكد the information you give about something you're selling online is اتأكد ان المعلومات اللي انت بتعطيها عن شيء وانت بتبيعه اونلاين طبعا اتأكد ان هي true يعني معلومات صحيحة او معلومات حقيقية. I would like to اود ان know اعرف which family members اي افراد العائلة the housework يقوموا بعمل المنزل، طبعا do the housework. بعد كده تمارين المعاصر exercises. بيقول هنا people always tell the truth، طبعا هنا honest people بيقصد هنا tell the truth يعني يقول الحقيقة، وطبعا كلمة honest انت عارفين هي معناها امين او صادق. a is a vehicle ممكن نطق vehicle او vehicle يعني مركبة that has two wheels يعني بعجلتين and an engine ومحرك، طبعا يقصد هنا الموتور بايك اللي هو الدراجة البخارية. She didn't find anyone at home. هي لم تجد أي أحد في البيت. So she was طبعا alone كانت بمفردها. The museum المتحف is a or an place. Everyone can visit it. الجميع أو أي حد بيستطيع إن هو يزور. طبعا public يعني عام. بعد كده سؤال رقم 13. ده طبعا على language notes ملاحظات لغوية expressions تعبيرات وكمان prepositions حروف جر. it's a very old camera يعني كاميرا قديمة جدا but it's still in a good طبعا in a good condition في حالة لكنها لا تزال في حالة جيدة. the factory is environmentally معناها بيئيا because it doesn't damage معناها يتلف أو يدمر إنه لا يتلف the environment يبقى environmentally friendly يعني صديق للبيئة.
He sold his old car. يعني هو باع عربيته القديمة. Some money for it. وطبعا حصل على بعض المال من خلالها. يبقى got. آخر سؤال في الصفحة سؤال رقم 16. Forget يعني ينسى is the opposite. Opposite معناها مضاد of. طبعا مضاد كلمة remember يتذكر. بعد كده exercises on language. تمارين على القواعد. طبعا هفكركم تاني ان رابط شرح القواعد بالكامل للوحدة كلها من على السبورة هتلاقوه في صندوق الوصف اسفل الفيديو. ياريت تشوفوه عشان تستفادوا بكامل الوحدة. You help me with my phone please شريف. Sure no problem. ده طبعا الطلب المهذب. قلنا الطلب المهذب يبدأ ب can you او will you. هتبقى can you. You open the window it's hot. Will you. Can you the dog this evening. طبعا can you بيجوا الفرق في المصدر يبقى feed. Sorry آسف. I help you at the moment. I'm studying. طبعا I can't help you. لا أستطيع أن أساعدك في هذه اللحظة. At the moment في هذه اللحظة. I'm studying. أنا أذاكر. بعد كده number 5. Can you these bags for me please. طبعا can you عايز الفعل في المصدر هتبقى carry. Will you my coat. It's in the hall. طبعا will you عايز برضو الفعل في المصدر هتبقى fetch يعني يذهب ويحضر. المعاصر exercises تمارين المعاصر برضو على اللانجوج. اللانجوج اللي هنا والقاعدة اللي هنا هي الطلب المهذب واستخدام كان او كانت للتعبير عن القدرة او عدم القدرة. Ride my bike. It's really hard. بيقول هنا ride my bike اركب دراجتي. It's really hard. Hard يعني صعب. Really يعني جدا صعب جدا. يبقى هنا I can't لا أستطيع. بعد كده number 8. You take the cat to the vet. No sorry I am busy. ده الطلب المهذب يبقى will you. Can you احنا قلنا كان عايز الفعل في المصدر يبقى can you play the guitar. You buy some cheese please. Yes of course. طبعا will you. You help me with my homework please. Sure I can do it now. طبعا ده طلب مهذب بيطلب منه هو يساعده في الواجب بتاعه تبقى can you. بعد كده سؤال complete the sentences with the correct form باستخدام الصيغة الصحيحة. Did you open the door. طبعا هنا الطلب المهذب هتبقى will you. Number 2. You can help me with my laptop. طبعا دي صيغة الطلب المهذب هي بتبقى على شكل سؤال. في السؤال بنعكس الفعل المساعد مع الفعل هنبدل كان مكان يو هتبقى كان يو. مش كده. Are you answer the phone please. Yes of course. نعم بالطبع. طبعا بما انه وضع كلمة please فيفضل انك انت تستخدم will في الطلب المهذب. يبقى will you answer the phone please. Yes of course. Can you ask your brother to help too. طبعا هنا can you عايز الفعل في المصدر هتبقى ask بالشكل ده. بعد كده أسئلة المعاصر على اللانجوج او الجرامر او القواعد بتاعتها. You will show me the photos. Sure no problem. برضو الطلب المهذب بيبقى على هيئة سؤال هتبقى will you بالشكل ده. بعديها number 2. Did you play with me. No I can't I am busy. معناها لا انا لا استطيع انني مشغول. طبعا هنا هتبقى can. Can you give me the bottle of water please. Give هو الماضي بتاع give احنا اتفقنا على المصدر تبقى give. Will you برضو will you عايز المصدر هتبقى takes هتبقى take. Will you take out the trash. Number 9. You will pay for the groceries please. طبعا هتبقى will you.
بعد كده did you bake cookies for the party? No, I can't. I'll do it later. طبعا هتبقى can you bake cookies for the party؟ يعني ممكن تخبز الكعكات من أجل الحفلة. طبعا no I can't، لا أستطيع. I'll do it later، هنفذ أو هعمل الكلام ده بعدين. ده سؤال complete the dialogue using the words in brackets. هو مدين هنا الكلمات في الأقواس، هنكمل منها ونكون منها جمل سواء أسئلة أو إجابات للمحادثة. هنا نبيلة بتكلم مامتها، بتقول لها hello، أهلا نبيلة. الأم بترد وتقول لها يا نبيلة. It's mom، معاك يا ماما. I'm downstairs، أنا بالدور الأسفل. تقول لها ممكن تفتحي لي الباب لو سمحتي؟ فطبعا هتقول لها will you open the door please. تبقى كده will، هنجيب will، you open the door please. بعديها yes of course. Is it open now؟ قلت لها طبعا هو اتفتح دلوقتي. Yes it is، but I have a lot of bags، قلت لها انا معايا شنط كتير. You carry them for me، قلت لها طبعا ممكن تشيليهم معايا. فهتقول لها كده can you carry them for me please. ونكمل طبعا for me، ممكن نضغط please وممكن نستغنى عنها مش مشكلة. sure no problem، قلت لها بالتأكيد مفيش مشكلة. I'll come down now، قلت لها انا هنزل دلوقتي. and you ask your brother to help to، تقول لها ممكن تطلبي من أخوك المساعدة. يبقى can you ask your brother، ونكمل طبعا to help to. تيمور هنا طبعا بتنادي على أخوها come and help mom، تعال وساعد ماما with the shopping bags، في حمل حقائب التسوق. دي general exercises، تمرينات عامة على lessons 3 و 4. أول حاجة المحادثة. المحادثة طبعا سؤال جديد عليكم وممكن يكون صعب شوية، لكن أنت لو تمكنت من مهارة تكوين السؤال وحفظت الكلمات كويس وقريت المواضيع اللي عليك كويس، زائد أنك تتعامل مع السؤال بطريقة فيها حرفية. إزاي؟ انك انت تقرا السؤال كله، تقرا المحادثه كلها زي ما بتقرا سؤال القطعه بالظبط. يعني اعتبر المحادثه دي قطعه كده بالنسبه لك، اقراها كلها وفهمها كويس وبعد كده حلها واحده واحده، هتلاقي اجابات كتير ممكن تلاقيها من خلال سياق المحادثه. تعالوا كده نقرا ونشوف. Mom is busy، ماما مشغوله، ده السياق بتاع المحادثه. لذلك she asks Rani، بتسأل راني أو بتطلب من راني to help her، عشان تساعدها. Mom الأم يعني بتقول I am busy this week so you have to help me Rani، بتقول لها أنا مشغولة الأسبوع ده يا راني عشان كده أنت لازم تساعديني. فأكيد طبعا رانيا سألتها سؤال، قالت لها إيه اللي أقدر أعمله علشان؟ بتقول لها you can feed the cat، can you do that؟ انت ممكن تطعم القطة، ممكن يعني ممكن تعملي كده. فهترد رد بتقول لها but there isn't enough food for the cat، بتقول لها لكن مفيش طعام كافي للقطة. معنى كده ان رانيا وافقت على الكلام. بتطلب منها طلب هنا، بتقول لها yes I can buy it from the pet shop، استطيع ان اشتريه من محل الحيوانات الاليفة. يبقى لها هل تستطيع أن تشتري؟ ده سؤال هل طبعا، لأن هنا بادئ بـ yes. Will you buy us a bag of rice؟ ممكن تشتري لنا كيس رز. From the supermarket too، من السوبر ماركت أيضا. طبعا أكيد هتوافق غالبا يعني. فتقول لها sure أو I أو of course أو no problem، أي رد من الردود ديت. Great، عظيم. How will you go to the pet shop؟ كيف سوف تذهبي للبيت شوب، لمحل
الحيوانات الأليفة، بتقول لها I like walking، يبقى هنا هتروح ماشي. كده احنا فهمناها كويس. تعالوا بقى نحلها واحدة واحدة، وهتكتشفوا سهولة سؤال الدايلوج أو الكونفرسيشن المحادثة لما نحله مع بعض. يبقى أول حاجة، ماذا أستطيع أن أفعل من أجلك؟ What can I do for you؟ بعد كده بتقول لها can you do that؟ طبعا هنا السؤال بنعم، هتقول لها yes مثلا، ممكن نقول yes I can أو yes of course بالطبع. بعد كده ده سؤال هل، هتبقى هتقول لها طبعا can you buy it from the pet shop، يعني هل تستطيع شراءه من محل الحيوانات الأليفة، وتقصد بيه الأكل أو الطعام بتاع القطة. can you buy it from the pet shop؟ هنا طبعا will you ده طلب مهذب، وهي طبعا موافقة على الطلب المهذب، بتقول لها sure بالتأكيد I will، ممكن تقول لها of course، ممكن تقول لها no problem، أي رد من الردود دي ينفع. how will you go to the pet shop؟ طبعا on foot، سيرا أو ماشيا على الأقدام. ده سؤال الباسج، الفقرة هنقراها مع بعض ونجاوب على أسئلتها. I am Nader. All my family love my older brother. My older brother is called Yusuf. Yusuf is always helpful. He always helps around the house. He feeds our cat, carries the shopping bags, opens the door for guests. بيتكلم هنا عن أخوه الأكبر منه يوسف، وطبعا المتحدث هنا اسمه نادر اللي بيتكلم في الباسج أو في الفقرة دي، وبيقول إن أخوه متعاون وبيعمل حاجات كتيرة في المنزل، إن هو بس بيأكل القطة، بيشيل شنط التسوق، بيفتح الباب للضيوف، وعشان كده هو شخصية محبوبة. He even يعني حتى helps me with my homework sometimes، وأحيانا بيساعدني في الواجب. He's very good at technology، هو جيد جدا في التكنولوجيا. So he always helps my mom with her phone، دايما بيساعد ماما في التليفون بتاعها. On the weekends، في أجازات نهاية الأسبوع، we go to the theme park، بروح حديقة الملاهي أو مدينة الملاهي. We play with our friends، بنلعب مع أصدقائنا. And enjoy a lot، وبنستمتع كتير. Sometimes Yusuf likes to go to the library and borrow some books. Reading is his favorite hobby، يعني القراءة هوايته المفضلة. He can swim well، يستطيع أن يعوم جيدا. Too يعني أيضا. Yusuf is really a great brother، يوسف حقيقي أخ عظيم. أول حاجة the underlined word feeds، كلمة feeds means بتعني طبعا give food، يطعم. This text is about the writer's طبعا older brother، أخو الكاتب الأكبر. يوسف not at technology، طبعا is good at technology، يعني جيد في التكنولوجيا. بيقول هنا what does the underlined pronoun he refer to، يعني كلمة he، ضمير he بيشير لمين؟ طبعا بيشير إلى يوسف. what is Yusuf's favorite hobby، ما هي هواية يوسف المفضلة؟ طبعا reading اللي هي القراءة. How often does Yusuf help the writer اللي هو الكاتب with his homework، في الواجب بتاعه؟ طبعا هنا sometimes يعني أحيانا، ممكن نكتب sometimes، ممكن نكتب مثلا جملة كاملة، نقول مثلا he sometimes helps the writer with his homework، في الواجب بتاعه. سؤال choose our house is environmentally طبعا friendly. I like to go on snow in winter، snow اللي هو الجليد، يبقى go skiing.
You carry the shopping bag for me. يبقى can you. We live in A or N on the third floor. في الدور التالت طبعا. Apartment. Can you the newspaper loudly for me. Loudly يعني بصوت عالي. Can you read. طبعا can عايز الفعل في المصدر. The phone someone is calling. شخص ما يتصل. يبقى answer يعني رد على الهاتف أو التليفون. Will you the dog. طبعا will you عايز الفعل في المصدر. يبقى feed. You will be online as long as طالما you follow the safety rules. طالما بتتبع قواعد الأمان يبقى safe. آمن. Wear يعني ارتدي أو البس. A helmet خوذة. When you ride your طبعا motorbike to be safe لكي تكون آمن. She can't get to her friend's house. هي لا تستطيع أن تصل لمنزل صديقها أو صديقتها. Because she forgets her لأن هي بتنسى طبعا address اللي هو العنوان بتاعها. بعد كده أكمل بالصيغة الصحيحة. Can you طبعا عايز الفعل في المصدر تبقى turn. Well you set طبعا عايزين الفعل في المصدر نشيل الاس. You tell me the way to the park طبعا of course معناها بالطبع. بعد كده You tell me the way to the park of course طبعا هتبقى can. You make some juice for me sorry I'll do it later هنا will يبقى طبعا استخدم will هتبقى will you make some juice for me. بعد كده سؤال الباراجراف مجاب عنه في نهاية الكتاب. تمارين هنا على الكي فوكاب على المفردات الأساسية. عمر could climb the mountain. استطاع يتسلق الجبل. It is a difficult طبعا challenge تحدي صعب. My teacher wrote يعني معلمي كتب useful on my work على عملي. طبعا useful comments تعليقات مفيدة. He is a talented football player. هو لاعب كرة قدم موهوب. He scores a lot of طبعا goals. يحرز الكثير من الأهداف. I will my birthday with my friends at home. طبعا I will celebrate يعني أحتفل. They have been friends يعني هم أصدقاء for years من سنين. What an amazing friendship. يا لها من صداقة رائعة. بعد كده تدريبات الستودنت بوك كتاب الطالب أو كتاب المدرسة. She sent هي أرسلت several يعني العديد messages من الرسائل. But there was no لكن ما كانش فيه reply رد. سلمى and Ashley سلمى وأشلي now الآن had a better understanding يعني عندهم فهم أفضل of communication طبعا لأهمية التواصل. يبقى the أو the importance. I felt very أنا شعرت very يعني جدا when my friend stopped replying to my messages لما صديقي أو صديقتي امتنعت عن أو توقفت عن الرد على رسائلي. يبقى I felt طبعا worried أحسست بالقلق. فكانت تدريبات المعاصر. They shared هم شاركوا their new photos صورهم الجديدة on the طبعا website على الموقع. He is an honest student يعني طالب أمين. And we are of him طبعا we are proud of him فخورين به. She wrote هي كتبت a nice on my last post طبعا كتبت a nice comment تعليق لطيف على آخر بوست أو آخر منشور ليه. بعد كده سؤال choose على definitions على التعريفات. means يعني talking to someone التحدث إلى شخص ما in a friendly way بطريقة ودية. often online غالبا online طبعا they speak chatting لو الدردش. is the act of talking or writing to share information with others عملية التحدث أو الكتابة عشان تشارك معلومات مع الآخرين دي اسمها communication اللي هو التواصل. بعد كده تربيت على language notes والexpressions التعبيرات والprepositions حروف الجر. twins لما التوأم have many things لديهم أشياء كثيرة طبعا in common يعني مشتركة.
You have to دي معناها يجب أن with your problems. Don't give up, لا تستسلم. طبعا أنت لازم أنك تتعامل مع مشاكلك، هتبقى deal with. My with أيمن is very strong. طبعا عايز يقول صداقتي مع أيمن قوية جدا، هتبقى my friendship. دي general exercises أو lessons 5 و 6. أول حاجة سؤال الاستماع، هقرا نص الاستماع ونفهمه مع بعض ونجاوب على الأربع أسئلة دول. نص الاستماع بيقول سلمى was a 15-year-old girl from Egypt, loved photography. يعني سلمى كانت بنت عمرها 15 سنة من مصر وهي حبت أو كانت بتحب التصوير. She often shared her photos on an online website. كانت غالبا ما بتشارك صورها، بتشير صورها يعني على موقع على الانترنت. For young photographers للمصورين الشباب. أول سؤال بيقول How old was سلمى؟ طبعا 15 years old، عمرها 15 سنة. Where was سلمى from؟ سلمى كانت منين؟ طبعا from Egypt، من مصر. What did سلمى love؟ ماذا كانت تحب سلمى؟ طبعا photography، photography اللي هو التصوير الفوتوغرافي. Where did she often share her photos؟ طبعا شركته، شركة الصور بتاعتها on a website for young photographers، موقع المصورين الصغار. بعد كده سؤال الديالوج، المحادثة. طلعت and مازن are talking about the importance of social media. يعني طلعت ومازن بيتكلموا عن أهمية السوشيال ميديا. طلعت بيقول مازن what do you think of social media؟ ماذا تعتقد أو ما رأيك في السوشيال ميديا؟ I think طبعا it is helpful، هنجيب it ونكمل الجملة. helpful مفيدة. why we gave think about why do you think it is helpful why do you think because it helps me communicate with other people إنها بتساعدني أتواصل مع الآخرين. you have friends online طبعا بيقولوا هل لديك أصدقاء أو أي هل لديك أي أصدقاء online تمام. Do you have any friends online? Yes, I have many friends online. Do you have any hobbies in common? يعني هل لديكم أي هوايات مشتركة؟ Yes, I do. We both like photography. طبعا كل منا بيحب الفوتوغرافي اللي هو التصوير الفوتوغرافي. Where do you share the photos you take؟ أين تشاركون الصور اللي انتوا بتلتقطوها؟ طبعا هنا هنقول share، I share them on websites، بشاركهم أو بشارهم على المواقع الإلكترونية. There are many famous websites for young photographers. بعد كده سؤال توصيل، هنوصل كل كلمة بالتعريف بتاعها. Photography، تصوير فوتوغرافي. The art يعني فن or practice، ممارسة of taking pictures with a camera، التقاط الصور بالكاميرا. فن أو ممارسة التقاط صور بالكاميرا، دي تبقى نمبر 1. بعد كده نمبر 2 challenge، التحدي. something شيء ما that is difficult and tests your ability، ويختبر القدرة بتاعتك. نمبر 2 website اللي هو موقع، الموقع الإلكتروني.
a place on the internet where you can find information or do activities. مكان على الانترنت بتلاقي فيه معلومات او تمارس فيه انشطة، هيبقى number 3. Communication للتواصل او الاتصال. طبعا the act of talking، عملية التحدث، or writing او الكتابة، to share information، لمشاركة معلومات with others، هتبقى دي number 4، ودي طبعا ملهاش اجابة. سؤال choose، can you the dishes after lunch please، يبقى can you wash the dishes. The story was we learned a lesson from it، يعني القصة كانت طبعا meaningful، يعني ذات مغزى او ليها هدف عشان اتعلمنا درس منها. A or an is a place، مكان on the internet where you can find information or do activities، طبعا يقصد هنا website. Is my favorite hobby، هوايتي المفضلة. I can take pictures with my camera، استطيع ان التقط صور بالكاميرا بتاعتي، طبعا photography. I plans for the summer vacations، vacation طبعا I made. I thought it was a or an bird before I touched the statue. طبعا الإجابة هنا real، اعتقدت ان هو كان طائر حقيقي قبل ما المس التمثال. سلمى was and happy when she knew her exam results. طبعا كانت relaxed يعني مسترخية، وهابي سعيدة لما عرفت نتيجة الامتحان بتاعها. بعد كده سؤال 8. I am sure، أنا متأكد، you can with your problems correctly، بشكل صحيح طبعا deal with، تتعامل مع. Turn off the laptop سلمى، هل يمكنك أو هل من الممكن أنك تطفي اللابتوب يا سلمى؟ تبقى well you. A is something، شيء ما، that is difficult، صعب، and tests your ability، وبيختبر القدرة بتاعتك. Challenge اللي هو التحدي. Can you send me a story to read؟ طبعا send هنا can you عايز الفعل في المصدر. Will you took؟ لا هتبقى will you take، عايزين برضو المصدر. Asked with the theme park that she can work now because she is tired، لأن هي تعبانة، طبعا هتبقى she can't، هي لا تستطيع أن تعمل الآن. You can bring the cake from the bakery. Yes of course، ده الطلب، طبعا الطلب يبقى can you مش you can. بعد كده سؤال write a social media post، منشور على السوشيال ميديا، to congratulate، عشان تهني your friend on his birthday، بعيد ميلاده، طبعا مجاب عنه في نهاية الكتاب. بكده نكون خلصنا الفيديو بتاعنا، يا رب يكون الفيديو أفادكم، ويا رب أكون دايما بقدر أفيدكم بكل ما أستطيع. طبعا لو وصلت الحتة ديتي من الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك وتشترك في القناة، وعشان تساعدني أوصل المحتوى لأكبر عدد من الطلاب ويستفيدوا بيه إن شاء الله. أشوفكم على خير في فيديو جديد، أسيبكم في رعاية الله وحفظه. Goodbye.